السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا، ما زلنا معكم فاير فايتنج أكاديمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومستمرون في الجلسة الثانية أو في الحديث عن نظام الأنبوب الصاعد الستاند باي سيستمز حسب طبعا الـ NFPA 14 في إصداره الأخير 2016. دائما كما ذكرنا منهجنا هو منهج الـ NFPA. دائما معكم رياض فاضل النجار في الجلسة الثانية. طبعا تكلمنا في الجلسة الأولى عن بداية التقسيم والتصنيفات وأنواع نظام الـ Standby System. نظرة سريعة على النظام، هنا لدينا الـ Automatic Wait. الـ Automatic لابد من وجود مضخات، طبعا الـ Standby هنا هذا هو يمثله على اليمين وعلى اليسار. طبعا كل نقطة هي الهوز كونكشن، مكان توصيل الخرطوم. الربط طبعا لابد من محبس عزل لكلا الصاعدين، لابد من وصل الدفاع المدني، لابد من الاندر كونكشن بايبنج يعني الوصل او الربط بين كلا الصاعدين او عدة صواعد مهما كان عددها في المبنى. هذا بالنسبة للويت. بالنسبة للدراي نفس الموضوع، ولكن دائما المواسير تحتوي على الغاز المضغوط ويوجد لدينا محبس دراي بايب فالف. نلاحظ الاختلاف في وجود وسط الدفاع المدني قبل محبس التحكم او بعد محبس التحكم، هنا قبل محبس التحكم. بالنسبة للنصف آلة طبعا لدينا المحبس الغمر، طبعا هذه هي نقطة التحكم عن بعد، هذه هي نقطة التحكم عن بعد والتي تعطي الفعل الآلة، وطبعا الفعل اليدوي هو فتح المحبس. بالنسبة للمانوال فقط لا يوجد مضخات، نفس الترتيب النظام ولكن لا يوجد مضخات. بالنسبة للكومبايند اللي موجود فيه الرشاشات مع الصناديق، طبعا هذا مثال عليه، نفس الصاعد يحتوي على نقطة لتوصيل الهوز كونكشن ونقطة للوصول إلى أو توزيع الرشاشات في المنطقة المحمية. بالنسبة للمانوال دراي أيضا لدينا وصلة لا تحتوي على الماء، فقط هواء، وموجود مع وصلة الدفاع المدني مع وجود طبعا دائما تشيك فالف. طبعا لضرورة الكلام على الستاند باي سيستم لابد من الاعتماد على الأكواد الأخرى المساعدة للكود NFPA 14. طبعا الأكواد المساعدة الأخرى لدينا الكود 1 و10 و101 و5000، هذه أربع أكواد نستمد منها معلومات إضافية مساعدة مهمة لأين أركب هذا النظام. طبعا أنا عرفت أنه لدي مثلا الأنواع السبعة من النظام، لدينا التصنيفات الثلاثة، ولكن في أي مبنى أركب هذه الأنظمة؟ متى أركبها؟ متى تكون مطلوبة هذه الأنظمة؟ طبعا هنا على اليمين في الأسفل الشاشة المصدر للمعلومات الموجودة في الأعلى. فمن الـ NFPA 1 وهو أكثر المعلومات منه، طبعا المرجعية في الكلام أو أين نحتاج إلى الـ Stand By System هو الفقرة 13.2.1، هي الفقرة المرجعية من الكود NFPA 1. النقطة تقول أنه في المباني الجديدة لابد من تجهيز نظام Stand By System من التصنيف الأول، يتم تركيبه طبعا حسب الفقرة 13.2 حسب في النقاط التالية، النقاط أو الشروط التالية. النقطة الأولى، إذا كان لدينا أكثر من ثلاث طوابق موجودة فوق مستوى الأرضية وكانت هذا المبنى محمي بالرشاشات بشكل كامل، تمام؟ إذا الكلاس 1 أركبه كنقطة أولى، إذا كان لدينا مبنى أكثر من ثلاث طوابق فوق سطح الأرض ومحمي بالرشاشات. طبعا النقطة الثانية، إذا كان أكثر من دورين more than two stories والمبنى غير محمي بالرشاشات. النقطة الثالثة، أنه المبنى يكون من 15 متر فوق مستوى الأرض ويحتوي على طوابق متوسطة وأيضا بلكونيز. النقطة الرابعة، إذا كان لدينا أكثر من
دور تحت مستوى الأرض. والنقطة الخامسة تقول إذا كان لدينا مسافة 6.1 متر تحت مستوى الأرض. إذن هي خمس نقاط كنقطة أولى. أيضا في الهاي رايز بيلدينج لابد من التركيب، يجب shall be protected بالكلاس 1 ستاند باي سيستم، طبعا ايضا حسب متطلبات هذه الفقره. طبعا الهاي رايز بيلدينج مر معنا في الجلسه الاولى، ونوضحه في الجلسه في هذه الجلسه، انه هي المباني التي تزيد عن 23 متر طبعا من اخفض نقطه لمدخل لعربات الدفاع المدني. اذا النقطه اللي تدخل منها عربات الدفاع المدني اقيس فوق 23 متر، اذا زاد عن 23 متر فهو يصنف على انه هاي رايز بيلدينج. النقطة التالية تقول في النيو اسمبلي اكويبانسيز الريجولار ستيجز التي تزيد مساحتها عن 93 متر مربع طبعا، وكل الليجيتيميت ستيجز يجب ان تجهز بنقطة توصيل 1.5 انش طبعا على كلا طرفي الستيج، على كلا طرفي المسرح. طبعا بالنسبة لتعريف الاسمبلي اكويبانسيز، طبعا هي الاماكن التي يمكن ان يتواجد فيها اكثر من 50 شخص، بغض النظر طبعا عن هذه النقطة، او المباني الخاصة المخصصة مثلا للتجمع، طبعا بغض النظر عن الحمولة او عدد الاشخاص، هي هذه هو الاسمبلي اكويبانسيز. بالنسبة للريجولار ستيجز هي الستيج المسرح ولتكون فيه الارتفاع 15 متر او اقل، مقاس من اخفض نقطة الى اعلى نقطة في السطح طبعا. وهنا ايضا مصطلح هو الليجيتيميت ستيجز، هو الذي يكون 15 متر واكثر، هو الريجولار 15 واقل، والثاني هو 15 متر واكثر طبعا من اخفض نقطة الى السقف. النقطة التالية في الـ existing assembly occupancies المسارح أو stages التي تزيد مساحتها عن 93 متر مربع، أيضا لابد من تجهيزها بواحد ومأخذ توصيل الخرطوم بقطر 1.5 انش طبعا أيضا على كلا جانبي المسرح. طبعا دائما هنا الـ 40 ملي أو الـ 1.5 انش دائما تكون لغرض المساعدة الأولية أو المكافحة الأولية للحرائق. طبعا الهوز كونكشنز الموجود على الستيجز فهو احد امرين، اما ان يكون الستيجز محمي بالرشاشات، فبالتالي انا اخذ وصلة خرطوم تكون هوز كونكشن حسب الان اف بي اي 13، والا فانني استخدم الكلاس 2 او الكلاس 3 حسب الستاند باي سيستم. طبعا شرحت انا في الدورات السابقة عند الكلام عن الكود 13 ان هناك فرق بين الهوز كونكشن باعتبار النظام الرشاشات، وهناك طبعا بينه وبين الوصله 1.5 انش باعتبار الستاند باي سيستم. طبعا هي نفس القطر بالنسبه 1.5 انش 1.5 انش، ولكن كميه التدفق تختلف وكميه الضغط تختلف، طبعا ذكرت ذلك مطولا في الدورات السابقه فيرجع اليها. النقطة التالية هي سواء كانت مباني جديدة أو موجودة للإصلاحيات، الإصلاحيات اللي تستخدم مثلا اليافعين الأدولت الغير بالغين، طبعا هذه المناطق الإصلاحيات فأيضا لابد من أن تزود ب ستاند باي سيستم طبعا حسب النقاط 9742 من الـ NFPA 101 طبعا، الا في حال استثناء يمر معنا. طبعا بالنسبه للاصلاحيات هذه هي النقاط. النقطه الاولى تقول انه يابد من تزويد ستاند باي سيستم من التصنيف الاول للمباني التي تكون 3 طوابق او اكثر، او النقطه الثانيه يتم تزويد ستاند باي سيستم تصنيف الثالث لكل المباني الغير محمية بالرشاشات والتي تكون من 3 طوابق أو أكثر. إذا عبارتين، إذا كان لدينا محمي بالرشاشات أو غير محمي بالرشاشات، محمي بالرشاشات نستخدم الكلاس 1 3 طوابق أو أكثر، غير محمي بالرشاشات نستخدم كلاس 3 3 طوابق أو أكثر. الاستثناء هو هنا
أن الكلام السابق لا يمكن عدم تطبيقه مع طبعا بوجود هذين الأمرين. الأمر الأول هو الاستخدام الهوز بقطر 1 إنش، طبعا on hose reels، طبعا لتزويد الكلاس 2 سيستم، أو أنه يتم بدل من وجود كلاس 3 يتم استخدام مثلا صاعد خاص بكلاس 1 ونظام خاص بكلاس 2 بدلا عن وجود الكلاس 3 سيستم. طبعا بالنسبة لهذه النقطة ذكرنا أنه يمكن استبدال في اللايت هازارد، استبدال الخرطوم من قطر 1.5 إنش بقطر 1 إنش. طبعا وهنا الربر هوز الموجود استخدامه بدلا من الفابريك من الألياف يكون أسهل، ويكون موجودا على الريلز فيكون أسهل في الاستخدام، فبالتالي يسمح باستخدامه. كمان طبعا أيضا وفق الشروط اللي ذكرناها في الجلسة السابقة أنه لدينا في اللايت هازارد. أيضا ما زلنا في الـ NFPA 1، ولكن انتقلنا إلى نقطة هو الـ Airport Terminal Buildings. أيضا لابد من وجود الكلاس 1 سيستم، يجب أن يزود في المباني المحمية بالرشاشات بشكل كامل، ولكن مع شرط هو أن المخرج 2.5 إنش يزود بنقاص من 2.5 إنش حتى 1.5 إنش، طبعا مع كاب ومع سلسلة لمنع الكاب من الضياعات. كمان طبعا مماثلة لما ذكرناه في الجلسة السابقة. وأيضا هنا في الايربورت يتم استخدام الكلاس 3 في المباني الغير محمية بالرشاشات. طبعا بالنسبة للايربورت تيرمينال بيلدينجز هو الكود الخاص بها هو 415 NFPA 415. ننتقل إلى NFPA 101، أيضا كلام على الايربورت ترافيك كنترول تاورز. طبعا في هذه النقاط الأبراج المراقبة الخاصة بالطيران، إذا كان الارتفاع يزيد عن 9.1 متر فوق مستوى دخول أو وصول عربات الدفاع المدني، فلا بد من تزويد نظام كلاس 1 ستاند باي سيستم، طبعا حسب ما هو مذكور في الفقرة 9.7 من الـ NFPA 101. طبعا يسمح بأن يكون للتصنيف واحد للنظام ستاند باي سيستم مانوال يدوي، طبعا حسب ما مر معنا في الـ NFPA 14، وأيضا مع موافقة الجهة صاحبة الصلاحية. بالنسبة للـ NFPA 5000 لدينا فيه عدة نقاط. طبعا دائما النقاط ترجع إلى الـ NFPA 5000 ترجع إلى نوعية الإشغال الخاص بالمبنى. طبعا كل مبنى لديه له فصل خاص بالـ NFPA 5000، طبعا يشرح كل المتطلبات من ناحية اللايف سيفتي، من ناحية الالارم، من ناحية البروتكشن، فيعطي توصيات. من جملة التوصيات هي التوصيات الخاصة بالستاند باي سيستم، فتقول أن الكلاس 1 يجب أن يزود في المباني الغير محمية بالرشاشات. طبعا إذا كانت المنطقة طبعا بالنسبة للـ NFPA 5000 الفقرة الخاصة بالستاند باي سيستم هي تكون بالفصل 55، فبالتالي إذا كان لدينا المنطقة المشغولة تقع على مسافة تزيد عن 45 متر من أقرب نقطة لدخول الدفاع المدني إلى المبنى، فبالتالي يتم تركيب كلاس 1 سيستم. إذن بخلاصة الموضوع، لدينا الأسملي أكوبانسيز، لدينا المنطقة المشغولة بعيدة عن منطقة دخول عربات الدفاع المدني بمقدار يزيد عن 45 متر، المبنى غير محمي بالرشاشات، يتم وضع كلاس 1 ستاند باي سيستمز. بالنسبة أيضا الأسملي أكوبانسيز والأديوكيشنال أكوبانسيز والدي كير أكوبانسيز أيضا نفس الفقرة، وإذا كانت المسافة تزيد عن 45 متر نفس الموضوع، والمبنى غير محمي بالرشاشات، يتم تركيب كلاس 1 سيستم. بالنسبة للهيلث كير أكوبانسيز أيضا ما زلنا في الكود NFPA 5000، هنا الموضوع اختلف قليلا، فالمسافة زادت بدل 45 متر أصبحت المسافة 61 متر، ولكن أيضا المبنى أيضا غير محمي رشاشات،
غير محمي بالرشاشات. ونقطة أخرى ثانية بالنسبة لتركيب الكلاس 1 الكلاس 1 ستاند باي سيستم، هي في الدور أو المستوي المشغول الذي يقع على ارتفاع 9.1 متر فوق أو تحت مستوى دخول عربة الدفاع المدني. إذا كان لدينا مثلا مستوى دخول الدفاع المدني من هذه النقطة، إذا كان يزيد عن 9.1 متر في الارتفاع أو يقل 9.1 متر تحت المستوى دخول عربات الدفاع المدني، فلا بد من تركيب كلاس 1 ستاند باي سيستمز. بالنسبة للديتنشن اند كوركشنال اكوبانسز، يعني أيضا الخاص بالإصلاحيات، يتم تزويد الستاند باي سيستم من التصنيف الأول في حال وتوافر الشروط التالية. الأول هو أن المينيموم ون فلور ليفل يقع على ارتفاع 9.1 متر فوق أو تحت من مستوى دخول عربات الدفاع المدني. والنقطة الثانية لتركيب الكلاس 1 ستاند باي سيستم، إذا كانت المنطقة تقع على بعد 61 متر من أقرب نقطة لدخول عربات الدفاع المدني إلى المبنى. والنقطة الثالثة تقول إذا كان المبنى من 4 أدوار أو فوق، أو عنده 4 أدوار بيزمنت، فأيضا يتم تركيب كلاس 1 سيستم. النقطة الثانية من هذه الموضوع أن الستاند باي سيستم روف أوتليتس، يعني النقاط الموجودة على السطح لتوصيل الخرطوم، لا داعي لتركيبها في المباني التي لا تصنف على أنها هاي رايز بيلدينج. إذا المباني التي لا تصنف على أنها هاي رايز بيلدينج فلا داعي لوجود مخرج لتوصيل الخراطيم على السطح، طبعا وذلك في المناطق أو المبنى المشغول على أنه إصلاحيات. نقطة تالية أيضا وفيها مناطق الإصلاحيات، ولكن الستاند باي سيستم في المباني الغير محمية بالرشاشات، لدينا عدة نقاط، منها النقطة أنه يتم تركيب نظام ستاند باي سيستم من التصنيف الثالث في كل المبنى الغير محمي بالرشاشات، والذي يكون من 3 أدوار أو أكثر في الارتفاع. ويسمح ايضا باستخدام نظام منفصل كلاس 1 وكلاس 2 عوضا عن تركيب كلاس 3. طبعا ذكرنا في الجلسه الماضيه ان كلاس 3 هو عباره عن كلاس 1 وكلاس 2 موجودين في نقطه واحده، فيمكن تجزئه هذا النظام الى النظامين. وايضا يمكن استخدام الهوز بقطر 1 إنش موجود على بكره بالنسبه للتصنيف الثاني من هذه الانظمه. النقطة الأخيرة هي الـ NFPA 10. طبعا الـ NFPA 10 هو الكود الخاص بطفايات الحريق. العلاقة بين الطفايات والصناديق الـ 1.5 إنش أنه نفس الغرض من ناحية الاستخدام، هو الاستخدام الخاص بحماية الحريق بالخطوة الأولى، المساعدة الأولية أو العلاج الأولي لإطفاء الحريق. فبالتالي هنا الكود 10 يقول أنه يسمح باستبدال الطفايات المحمولة أو طفايات الحريق حتى نصفها بصناديق طبعا قطر 1.5 إنش، او طبعا مصطلح صناديق او مصطلح الاعم هو نقطه لتوصيل الخرطوم، هي النقطه الاعم. اذا يسمح باستبدال حتى نصف الصناديق الطفايات بمآخذ توصيل الخراطيم بقطر 1.5 إنش. طبعا متى من قلنا بتزويد الهوز ستيشنز لابد ان تكون وفقا لل NFPA 14، يتم توزيع هذه الهوز ستيشنز بحيث انها لا تلغي بقيه الطفايات. يعني انا ركبت الصناديق عوضا عن نصف حتى نصف الطفايات، ولكن يتم توزيع الصناديق بحيث لا الغي بقيه الطفايات، يعني يتم التوزيع يعني للابقاء على النصف الاخر من الطفايات وايضا الاحتفاظ بالصناديق. طبعا هذا ما تيسر في هذه الجلسه. طبعا هي خرجنا عن الـ NFPA 14، ولكن هذا امر ضروري لمعرفه الخطوه التاليه. يعني انا عرفت النظام، الان المبنى لدي، هل حاله المبنى هل تتطلب وجود ستاند باي سيستم؟ في حال هذه الحالة لابد من الوقوف عند هذه الجلسة لمعرفة ذلك.
طبعا نرجو أن نكون قد وفقنا لتقديم الشيء النافع. نلقاكم إن شاء الله في الجلسات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.